السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم غادي تساراو معايا في المدينه، نمشي نقضي شي حويجات وقلت علاش لا نسجل لهم شويه يشوفوا هكذا يتعرفوا على المدينه، ومن بعد نوجدوا واحد الطاكوس لذادين وزوينين للدراري الصغار كوجبه سريعه حتى لينا علاش لا. بقاو في الفيديو، نتمنى تعجبكم المدينه والمساريه. راني دايكم معايا نمشي ل هاد الورقات ديالي، هادي واحد الجهة عندهم واحد القاعدة، كلشي كيفطر كلشي كيفطر في القهاوي قبل ما يمشي للخدمة ولا كيوصل ولادو للمدرسة خصو يمشي يفطر، يعني بحال إلا بلية. بصح حنا الصراحة تبلينا، واحد فين كيعيش في واحد البلاصه كياخذ العادات ديالها صافي كيتوعش كيولي واحد منهم، كيتسمى البراكيتو هنا كيقولوا له، يعني نشربوا قهيوه. شربوا قهيوه كتكون في الصباح في نص النهار في العشيه في اي وقيته، هنا كيتجمعوا كاع الادارات دايرينهم في واحد بحال كنقولوا حنا سونتر فيل، ماشي سونتر فيل صراحه، ولكن هنايا واحد البلاصه بحال كنقولوا فيها الحياه بزاف، فيها لي كلينيك، فيها البومبيرو، فيها مكتب الشغل، فيها الابنات، ايبرغينوس، ميركادونا، يعني كل شيء فيها، فيها الحياه. والهي ها والهي ها فين يلا، فاش كنت وصلت كنخيط البيرميت كوندوسير، لقيت فاش كتجي خصك ضروري خصك ضروري تعدل الوريقات ديالك بطبيعه الحال بشكل قانوني. كون هنا ها نتوما كيبغي يدير الرياضه، كاينين الماكينات هنا شفتو، كاينين الماكينات اللي يصبح بكري يجري ويجي يدير هنا شويه الحركه. الناس كتدي ولادها للمدرسه، حتى انا خليت بنتي في المدرسه وراهم الا كتشوفوا راهم شفتو ديال البيرمي وديال كلشي صافي. من هاد الجهه البومبيروس والسبيطار بطبيعة الحال، بارك ديال الدراري الصغار كيلعبو لك، كاين حيت هنايا كاينة كاردوغي، وهذه شكل كيديروها يعني عادي في أي بلاصة كيديرو هنايا بحال الباركين اللي عند الدراري خرجو وليداتو يلعبو. هذا اللي كتشوفو بالألوان هذاك هو السبيطار، ماشي سبيطار بحال الكلينيك مثلا طبيب العائله ديالك في الحومه ديالك، فاش كيشوف بان خصك دير شي تحاليل ولا دوز شي راديو ولا شي حاجه كيصيفطك لهذا اللي متخصص، وكد بحال لو سونترال كيتعينو هنايا. ولهي هذاك اللون احمر هذوك بومبيروس، انا غادي نوري لكم دابا هنايا الحركه على الصبح بكري الحركه. هانتوما راه فيه جوج الاجنحه، فيه هادو الصريط ما تخبار بالالوان وهادو اللي تحت وصافي. راني كنستنى الرسوم المتحركه تولي في اللون خضر باش ما تدينيش شي طونوبيل كادو على الصباح، كيجيو طايرين من هنايا. هاديك بومبيروس فارماسيان جميل، اش غادي نقول لكم كلشي هنا صراحة. حتى الطوبيس هنايا كاينة المحطة كتشوف لي ليني والدقيقة فين شمن وقيتها غادي يدوزو، يعني اللي معندوش السيارة ديالو واللي مبغا شي طاكسي لأن الطاكسي غالية. الطوبيس ودابا غادي نديرو واحد الطاكوس كيجيو لذادين بزاف وساهلين في التركيبه ديالهم، يعني نبريباريوهم دغيا دغيا يصلحوا للدراري الصغار وحتى لينا مثلا المريندا او العشاء. شنو غادي نحتاجو؟ عندي هنا واحد 200 غرام ديال الكفته اللي ديجا درت لها القوام ديالها، فيها البصيله والربيع والعطريه وفيها بيضه كنميلونجي كلشي. وعندي هنايا غادي نديرو واحد 4 البيضات غنطيبهم بوحدهم على شكل اومليت. عندي هنا شويه ديال الفرماج غابي، انا استعملت هذا الاليمنتال. وعندي هنايا الخبز ديال التورتيلا، الخبز ديال التورتيلا
وشويه ديال لاصوص. دونك على بركه الله غادي ندير نشحر هذه الكفته هنايا، راه بغيض غير كيوجد معنا. غنشحر هذه الكفته هي الاولى، شويه زيت بلديه ديال لاصوص غير باش ما تجيش ناشفه بزاف. صافي ونخليوها حتى تطيب، تشحر مزيان ونطفيو عليها وندوزو نطيبو البيض. شفتها معكم، شريتها من كورت انجلت ديال لا مارك برا افيسيانت. زوين اللي عاد اللي كيبدل الاواني ديال المطبخ ديالو ولا يسول في عمره مزيان كيلصقوش، ما كيلصقو ما كيحرقو. صافي غادي نطيب هذا البيض ديالي مزيان، وديك الساعه تشوفوا الطريقه ديال كيقولوا لهم تاكوس، هذه اكله مكسيكان دي مكسيكو. كيديروا لها شويه الحاره، ولكن انا عندي لاش الحاره نديرها لبنتي باش تاكل بنتي. صافي ها نتوما صافي، غادي نطفي عليه نخليهم يبردوا وغادي ندوزو نصايبوهم. دونك الطريقة جد سهلة، غادي نهز كفيتة غادي نزيد عليها البيض
هادو كاع الدراري الصغار غادي ياكلوهم. اش غادي نقول لكم؟ من بعد نسخنوهم في التوستادوره اولا في الميكرو اونداس اولا في الفران الا كنتو مطيبين شي حاجه في الفران. من بعد فاش كنسخنوهم ديك داك الفرماج كامل كيذوب لداخل وكتزقرم لنا الطوست كيجي زوين. هادي غير افكار كنشاركها معكم. عندو الوليدات في المدرسه فيها هما. دابا غادي نديرهم في زي بلوك ونديرهم في الثلاجه تمرين ديهم البنيته ولا تعشى بيهم نرافقوهم مع سلطه اولا مع عصير كيجيو غزالين. دابا غادي نديرهم غير في الثلاجه الفوق ما نديرهمش في الكونجيلاتور. الا درتو كميه كبيره يمكن لكم تحتفظوا بها في الكونجيلاتور وتبقاو كتجبدوهم ديروهم في التوستادوره اولا في الساندويتشيره راه كي بحال كيتكرملو من برا وداك الفرماج كامل كيذوب كيجيو غزالين في الاكل والدراري الصغار ديالكم غادي ياكلوهم 100%. هو هذا الفيديو جاء على النهايه ديالو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، فيديو خفيف وظريف سريع. نتمنى تكون عجبتكم المدينة والدويرة اللي درتو معايا. تهلاو لي فراسكم والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.